كابتن نشيل فكرامي واحد من كباتن النادي الاهلي. طبعا انا عارف انت في البدايه حابب توجه رساله لجمهور النادي الاهلي، الكل يمكن حزين لكن الفتره اللي جايه بنتمنى الامل يكون مع فريق النادي الاهلي، حابب تقول يا كابتن؟ في البدايه يعني احنا مقدرين جدا جدا حزن الجمهور، وبنعتذر جدا عن كل واحد من جمهور الاهلي حس بمراره الخساره، انما الاعتذار بالنسبه لنا ده جزء بسيط جدا جدا من مجهود كبير قوي المفروض هنقوم بيه الفتره الجايه. الموضوع مش موضوع بطولة هنكمل فيها أو نخسرها، الموضوع أكبر من كده بكتير. إحنا خسرنا بطولات وكسبنا بطولات كتير، إنما عمرنا ما تنازلنا عن كبريائنا وكرامتنا وكرامة جمهورنا. الموضوع بالنسبة لنا مش بس مباراة إحنا عايزين نعدي فيها قد ما هو مباراة رد اعتبار وكرامة لينا وللجمهور. الموضوع باختصار ما فيش رد اعتبار بيجي بالاعتذار، وما فيش رد اعتبار بيجي بأي إجراء إداري، رد الاعتبار بيجي في الملعب، وإحنا دايما اتعودنا وعقيدتنا دايما إن إحنا ما بنردش غير في الملعب. جايز حصلت بعد المتغيرات الفترة اللي فاتت ممكن تكون أثرت شوية على رد فعلنا، إنما في النهاية النادي الأهلي لا يصح فيه إلا الصحيح. فإحنا بغض النظر عن أي كلام هيتقال وعن أي تصريحات هتسمعوها سواء مننا أو سواء من أي حد منتمي لينا، إنما في الآخر إحنا عندنا الملعب والجمهور ما بيردوش غير الملعب، سواء مباراة دوري مباراة أفريقيا مباراة كاس، إحنا بالنسبة لنا ما عندناش رد في ما تبقى من الموسم غير في الملعب. فأي حاجة هتتسمع أنا متأكد أنها مش هتشفي صدور الجمهور ولا صدورنا احنا كمان. بالمناسبة احنا طالعين من مصر هنا، الناس كلها بتشيد بروح النادي الأهلي اللي كسبت في الدقيقة 90. اللي حصل ده مش عايز أقول وارد أنه يحصل في الكورة، هو وارد أنه يحصل في الكورة بس مش وارد أبدا أنه يحصل في النادي الأهلي، إنما قدر الله ما شاء فعل، ما حدش عارف يعني حكمة ربنا فين في الاختبار ده. إنما دايما الفرق بين نوعية لعيبة النادي الأهلي وأي نوعية لعيبة تانية هو إزاي رد فعلك تجاه أي أزمة بتقابلها، وإزاي رد فعلك بيبقى قوي عشان مش بس تتدارك الأزمة لا إنك ترجع يعني كبريائك وهيبتك تاني، وهو ده يعني هيبقى محور هدفنا الفترة اللي جاية بغض النظر عن أي حاجة ممكن تحصل في يوم السبت. إحنا متأكدين إن الجمهور هيبقى ورانا هيملى الاستاد، متأكدين إن المباراة مش هتبقى سهلة، إنما الموضوع بالنسبة لنا مش مباراة إحنا عايزين نتأهل قد ما هي كرامة إحنا وكبرياء، مهمنا جدا إن هو يرجع في وضعه لأن كبرياء النادي الأهلي ده هو أساس كل حاجة قبل البطولات وقبل كل حاجة. أخيرا كواليس مهمة أكيد مع كابتن محمود الخطيب ورسائل وتحفيز كابتن شريف حابين نسمعها من خلال. أكيد طبعا هتكلم كله في نفس المضمون، وإن كبرياء النادي الأهلي وكرامته ده خط أحمر قبل بطولاته وقبل فوزه وقبل الكورة الجميلة اللي إحنا بنلعبها، إنما يعني أنا مش هقول لك إن إحنا في صدمة، إنما أنا واحد من الناس ما تخيلتش ابدا ان احنا ممكن نتحط في الموقف ده في التوقيت ده بعد الكيرف اللي احنا ماشيين فيه، انما ما تعرفش دايما الخير فين. انا يهمني في الاخر ان الجمهور يوصلوا نفس النبض اللي جوه الفرقه، ويهمنا جدا ان الجمهور يبقى عارف ان اللعيبه مهما كانت يبدو في الامور انها كان فيها استهانه ويبدو انها ممكن تكون فيها استهانه بالامور، انما الموضوع في حقيقته ما كانش كده. وارد ان في الكوره يجي لك يوم تبقى كل عوامل عدم التوفيق ضدك وكل اسباب النجاح ما تبقاش معاك، انما انت دورك فين ورد فعلك فين كلاعب النادي الاهلي، حتى لو اليوم ده ما كانش يومك احنا هنثبت للناس ان اليوم ده فعلا ما كانش يومنا وان دي حادثه مش هتتكرر تاني. وفي النهايه ما عندناش زي ما قلت لك غير الملعب، هو ده ردنا الاول والاخير.